عدنا من جديد وهكذا خطوة لآخر موعدنا قبل ما نختمه أكيد بالجزء الأخير في الصحة. نمشيو إلى التنمية البشرية وكيف كيف باش نحكيو على الطاقة الحيوية اليوم اللي هي عندها علاقة كبيرة برشا بالجنب النفسي اليوم وبكيف كيف علاج الشخص من آلامه سواء النفسية أم الجسدية. هذه اللي باش نعرفوه اليوم مع ليلى عبد القادر معالجة بالطاقة الحيوية. مدام ليلى صباح النور. صباح الورد صباح الفل والياسمين والحاجات اللي هي الكل يعيشك. شكرا على قبول الدعوة. برشا الناس اليوم نسمعوا اليوم العلاج بالطاقة الحيوية. اليوم شو نعني بالطاقة الحيوية وشو نجموا نعالجوا بها بالضبط لهنا؟ احنا خلينا نبدأ كما العادة من الطاقة. وين هي الطاقة الحيوية؟ اسمها حيوية، احنا نعيش بها. احنا كبني ادمين عندنا ثلاث طاقات، الماء والهواء والميكلة أو أربعة، والطاقة الحيوية اللي هي موجودة في الخلايا متاعنا، في الليزاتون متاعنا بطوبنا، في الليسالون والليزاتون متاعنا داكوردو. هذه بالنسبة للطاقة الحيوية. أما كيفاش خطب بما أنه فمش برشا وقت باش فيسع فيسع نبدأ نحكي كيفاش نمرض. وإحنا المرض يصير أولا على المستوى الطاقوي، يعني تتضرب الخلية عنا وتتضرب الذرات عنا طاقيا، يا إما تنقص طاقة يا إما تصبح الطاقة مذبذبة يا إما تصبح الطاقة شبه منعدمة، وهون تبدأ المشاكل عنا والتراكمات. أوكي، وشنية الأسباب مختلفة وعديدة أغلبها خارجية، ولكن كيفاش نمرض هي ردة فعل الإنسان طبعا في اللاوعي. هذه كيفاش نمرض. كيفاش نتعالجوا؟ هي احنا نعملوا لو مارش اريير، احنا معناتها كمعالجين ناخذوا او كمعالجون، لكن معالجين هذول ناخذوا المريض ونحاولوا انه نخدموا له على الطاقه نتاعو، نعملوا له عمليه تنظيف طاقي كلينزينغ، وبعد لي عمليه هيلينغ شحن طاقي. وهذا كله يتم بطريقه علميه، لانه احنا مانيش عندنا مش من الهواء جايبين هالمعلومات هذه، بطريقة علمية جدا ونستعملوا الطاقة الكونية. تفريغ الطاقة، هنفهم نفسهم للمستمعين أنه الطاقة الحيوية هي تفريغ وتغيير الطاقة. معناها كما أنت عندك مثال بلاتو فيها برودوي معين باش تفرغ وتحط فيه برودوي آخر، دونك هذه هي العملية كيفاش باش تصير. ما ينفعش أنت لو تاخذ أنت صحفة مليانة، إن شاء الله مليانة بالذهب، صحفة مليانة بالذهب وتقول لي نحبك تعبيها لي بالديامون، سافا انا نقول لك لازم نفرغ الذهب باش نجم نحط لك الديامون. شوف المثل المحلي يحل الشهية هكا ولا ليه؟ بالضبط هكا، احنا لازم نفرغ الطاقة الموجودة فينا اللي هي اون جينيرال تكون طاقة سلبية، طاقة امراض، طاقة افكار. على فكرة احنا مشكلنا او اغلب الناس اللي مرضنا هي الافكار نتاعنا، الافكار اللي شي نتوارثوه، شي نتعلموه من اللي احنا صغار، من اللي احنا ببيت، غير طبعا الصدمات الروحية، غير المشاكل اللي يتلقاها او يوصل لها او يعيشها الطفل الداخلي اللي فينا. هذه حكاية لازمها سويع من التفسير، ولكن مالوغوزمون هذه من الأسباب اللي تخلي الإنسان يمرض من بعد تالي. والمعتقدات، ومانيش نحكي على المعتقدات الدينية، نحكي على المعتقدات اللي عنا من اللي واحد يحل عينيه مثلا في الدنيا. مثال نعطيك إكزامبل، إنه مثال المرأة لا شيء مثلا، أو ما تنجم تعيش وتعمل فلوس إلا ما تخدم خدمة حكومية مثلا. كل هذه معتقدات يكبر الإنسان على ذلك المعتقد، وكيف يكبر كيشوف حاجة مخالفة لهذيك يتصدم، يعمل هكا يرجع لتالي يتصدم، فهمت؟ وبالتالي حياته كلها تنجم تكون مبنية على الصدمات هذيك اللي هي مبنية على حاجة موروثة من اللي هو طفل. فوالا احنا توك دخلنا في حاجات أخرى وما حكيناش على الأمراض. شو تحبين على دور نجيب الطاقة الحيوية في معالجة وإخفاء الأمراض، إزالة الأمراض مش إخفاء، إزالة الأمراض. فوالا اولا لازم نعرفوا حاجه، اذا المريض، احنا نقولوا له كاستمر يعني كليون، اذا هو لا يريد نحن لا نستطيع. اول حاجه لازم يعملها الشخص هي الاراده، انه هو يكون عنده استعداد انه يتشافى، لانه التشافي اسمه تشافي، يعني فعل، يعني اتس سيلف هيلينج، يعني حاجه انا نعملها، ولكن انا نكون عندي قابليه انه انا نعملها كمريض او ككليون. هذه اول حاجه. انا كليلى مجرد وسيط، احنا نقولوا احنا معالجه، لكن انا مجرد وسيط.
يعني رب العالمين خلقني باش انا نساعد الانسان. هذه نقطه مهمه جدا. اذا الشخص ما يحبش يتشافى والله كان يقطع على شعر راس لن استطيع تغييره. سبق وحكينا معك على النيه، حكينا على النيه اللي هي اقوى من كل شيء، اقوى من الفكر واقوى اقوى من الكلمه، هي الاساس. خليك 10 ثواني هكا بايجاز نظرا لضيق الوقت، ان شاء الله في المستقبل نحكي اكثر واكثر في هذا الموضوع للاسف ان شاء الله. كلمناك مؤخر شويه دونك خلينا نعطيوه معك 10 سكونديت اهم التوصيات اللي تخليهم لهم. كن متاكد اي انسان قاعد يسمع فيا، فكرك وين ماشي ونيتك وين تمشي وين حياتك تمشي، واقعنا هو توقعاتنا وحياتنا هذه مبنيه على نياتنا، يعني افعالنا لا يساوي حياتنا بل هي النيه، لانه قد تكون نيتي مختلفه تماما على فعلي وبالتالي سارى نتيجه النيه. كما يقول توني روبنز where intention goes energy flows، يعني أين تذهب نيتي تتدفق الطاقة، علما أنه الطاقة تعمل شئت أم أبيت، أمنت أو لم تؤمن، وهي جند من جنود الله وجند من جنود رب العالمين، إنها باش تساعدني في الحياة أو تنجم تدمرني حسب فكرك وحسب نيتك. نعم نعم هذا هو تقريبا. شكرا لك مدام ليلى، يعطيك ألف صحة. يعيشك يعيشك إلى اللقاء. طيب مبروك لله، شكرا لك. وبس كل عام. يعيشك القادر معالجة بطاقة حيوية لحداش هكا نخطو لآخر موعدنا من كاب ويكاند، نتلاقاو غدا في نفس الموعد. كنت معكم نرمين الملكي، احنا مسميتها في الإخراج التقني ووسيم في الإخراج الرقمي، في لمين الناس الكل.